اليوم خرجنا في رحلة في منطاد ضخم جدا في كابادوكيا مدينة المناطيد التي يأتوها السياح من جميع أنحاء العالم. تجولنا اليوم في هذه المنطقة الرائعة بين الصخور. سنزودكم في فيديوهات رائعة جدا في هذا. يوجد أودية سكنها الإنسان الأول قبل التاريخ، وأيضا تسمى وادي هذه المنطقة وادي العفاريت والجان. جينا إلى هنا عند صلاة الصبح قبل صلاة الصبح، وتشاهدون منظر شروق الشمس. هذه جبال كابادوكيا، وأيضا كما تشاهدون الصخور الضخمة ومنازل وكهوف داخل هذه الجبال، مدن تحت الأرض. إنه رائع جدا أن يأتي الإنسان ويجرب ركوب المنطاد. هذا هو المنطاد الذي نحن به. الآن على ارتفاع حوالي تقريبا 800 متر فوق الأرض. انظروا إلى الجبال والأودية الرهيبة. ترقبوا فيديوهات كثيرة جدا. سنطلعكم عليها بإذن الله. طبعا ركوب المنطاد يجب أن يكون الإنسان جريء في الركوب، وأن يعني يغامر مغامرة على عاتقه. طبعا وبعدما ينتهي من الرحلة تقدم له شهادة شراءة لأنه ركب المنطاد وتجول لمدة طويلة. انظروا إلى هذا المنطاد، مثلا ألوان لونه غريبة، وذاك أيضا يعني هناك صخور ومدن غريبة عجيبة، مدن العفاريت والجان التي سكنت هذا المكان. بالفعل شيء رهيب. مع تحياتنا بصقر كابادوكيا المنطاد.
تبع الترزاق بدأنا في الهبوط التدريجي إلى أرضية المكان، مالين إلى نهاية الرحلة بعد وقت استغرق فترة من الزمن بين الصخور والأودية. هذا المكان الأثري. كابينة من القش.
طبعا الرحلة تأخذ من الوقت تقريبا فترة من الزمن، بعد صلاة الصبح بيجي، يعني تقريبا قبل صلاة الصبح لازم تيجي هنا وبتطلع على المنطاد هذا، وعند الشروق تنتهي. الرحلة انظروا إلى كل المناطيد التي أمامكم، طبعا مئات. كلهم الآن هبطوا في المكان معلنين انتهاء. الرحلة شيء عجيب غريب، سبحان الله، رحلة من العمر تطلب جراءة ومغامرة عندما تأتي إلى مثل هذه الأمور. طبعا قبلها أنا نزلت من طيارة ومن باراشوتات، والحين من مناطيد. صغير قبل ذوك يا